Qu'est-ce que vous commercez? Vous êtes les seuls. Vous êtes les seuls. Vous êtes les seuls ici. Bon. Bon. Merci. 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 Vers le stade, on a un projet économique dans le programme de FRAC, franchement. Et pour le projet Ostendik, c'est super bon. C'est le centre, voilà, c'est la route de Casa, dans le Ouazou. C'est un projet puis avec des vues sur Golf dans le quartier des hôtels à proximité de la marina du Seigneur. Donc des appartements et des villas. Les villas à partir de 3 millions de dirhams et les appartements à partir de. Pour les villas. Pour les villas, c'est à peu près 250 mètres carrés couverts. Avec des villes en piscine centralisées entre ces villas. Et les grandes villas, les plus qui. Ils ont été tous commercialisés, ça fait longtemps pour moi, ils étaient commercialisés à 4,7 millions de dirhams. C'est des villas isolées sur Golfe, avec des piscines privatives. Merci. Exactement, le marketing digital ainsi que la présence physique des bureaux de vente. On est sur tous les segments de la commercialisation immobilière. Nous avons une formation de diplôme.
كل شيء تديرو كاملين زيد اصبر عيسى يلا اقتصاديا صافي زيد جيب لي التوفيق دائما. شكرا للمديريه الجهويه على الدعوه ديالهم كذلك المثال، شكرا على هذه المجهودات الجباره، وهذا شرف لجميع الحرفيين على انهم يكونوا يمثلوا المغرب تحت ديال البلاد، الا انه راه عنده واحد الاشاره جميله جدا، ونتمنى ان شاء الله اللي يزيد المشعل لقدام يد في يد من اجل بلد افضل ان شاء الله ونحافظوا على التراث ديالنا. شكرا، الله يحفظكم. شكرا على السلام عليكم. سيدي رئيس العام وفاق السلام عليكم. سيدي رئيس ديال مجلس القطاع تاع هذا السي. كل ما هو يعني في مجال ان شاء الله التوفيق. كاين شويه ديال الابداع موفقين ان شاء الله. السيد المدري وش بريزيدون دو كونسي دي بيتا دو رابا وش الى وزيدي دو لارونديسمون حي الرياض لي بارلمونتير رابا وش لو فيس بريزيدون دو لا شامب دو كوميرس دو رابا. Nous remercions également les autorités préfectorales et en leur tête le monsieur le Wali de Rabat. Nous remercions également monsieur Bobby, sans lui cet événement n'aura pas eu lieu. Donc je remercie chaleureusement le vice-président de la Chambre de commerce, monsieur Rachid Zani, pour sa participation et l'inauguration de cet événement. Qui a eu lieu dans un rabat des Mahaj Riyad. Et je tiens à remercier également Hassan Afifi pour sa confiance. Je donne la parole à سيدات والسادة الحضور الكريم كل باسمه وبصفته، هذه الجلسة بهذا الكراسي فيها التباعد تذكرني بأزمة كورونا، وما بعد أزمة كورونا يعني انتعاش ديال مجموعة ديال الأسواق ومنها سوق ديال العقار. تنظن بأنه مثل هذه البرامج ما يمكن إلا أنها تساهم في إنعاش وانتعاش هذا السوق اللي في الحقيقة مثل هذه المبادرات واللي خصنا نشجعوها هنا كمنتخبين ديال مدينة الرباط بحرارة، لأنها تخلي أولا الساكنة قريب منها المنتوج، تخلي المؤسسات اللي حاضرة وخصوصا المؤسسات البنكية ومؤسسات تقديم القروض الخاصة بالعقار تعاود تجدد الثقة مع المواطنات والمواطنين، تخلي حتى الانتعاشة ديال المكان اللي حنا تنتواجدوا فيه اللي هو قلب عاصمة الرباط، عاصمة المملكة، عاصمة الأنوار كما أرادها صاحب الجلالة السيد صلى الله، تخلي تخلق واحد الانتعاش اقتصادي مثل هذه المبادرات. مشكور الشاب صاحب هذا المشروع ديال معرض العقار سي غسان، مشكور على المبادرة ديالو، مشكور الغرفة على الدعم ديالها لمثل هذه المبادرات، مشكور السلطات المحلية على رأسها السيد الولي على تقديم الدعم لهذا مثل هذه المشاريع،
فكل من يساهم في تحريك العجلة الاقتصادية للمملكة هو يساهم في خلق مناصب الشغل. لاحظتوا بأنه في التوجيهات السامية تخلق مجموعة برامج حكومية لغدا اتجاه ديال خلق مناصب الشغل. خلق مناصب الشغل يعني توزيع مجموعة من الرواتب، توزيع مجموعة من الرواتب يعني إمكانية الاقتراض، إمكانية الاقتراض يعني إمكانية الشراء، إمكانية الشراء إذا خاص عروض. هذا مكان يجمع مجموعة من العارضين اللي نطلبوا لهم واللي نرفعوا لهم القبعة لأنهم يساهمون بشكل كبير في انتعاش الحركة الاقتصادية للمملكة. فمزيد من النجاح والتألق لهذا المعرض، وأكيد أنه واحد النهار غيكونوا بزاف ديال الرسميين حاضرين لأنه غادي يكبر. ما تنساناش السي حنا راه بدينا معاك واخا انت في النسخة التاسعة. فمزيد من التوفيق، بارك الله عليكم. نسيت بغيت نشكر المدير الجهوية للصناعة التقليدية في الرباط اللي كان معنا في هذا المعرض للنسخة التاسعة في الرباط. السيد نائب السيد مدير الصناعة التقليدية السادة حضور كل باسمه وصفته، الأخ السان مكافح الشاب الطموح الشاب الرائد كل باسمه وصفته. ولا نحن إلا أننا نبارك هذا العمل وهذا الجهد الجبار، الجهد الجبار اللي كيسعى أساسا لتحقيق التنمية وتحقيق الرفاه وتحقيق كرامة المواطن. لأنه اليوم فاش كيكون هذا العرض بهذا الشكل كنفتحوا واحد الباب ديال التنافس إيجابي، ولا ما كيبقاش الاحتكار. ثانيا كنفتحوا الباب ديال التنافس الإيجابي وديال المعرفة وديال هذا التنافس بين جميع المقاولين، جميع الفرقاء، جميع المتدخلين في القطاع من أجل الاستفادة ديال المواطن، من أجل إعطاء صورة إيجابية لهذا المشروع السكني اللي هو إلى عهد قريب المملكة المغربية كان واحد الخصص كبير، وكان واحد الاحتكار كبير، وكانت واحد الظروف صعيبة. ولكن بفضل الجهودات والتوجيهات ديال جلالة الملك نصره الله فعلا استطعنا أنه السكن الاقتصادي سكن آخر تخدم هذا الكرامة والكرامة المواطن. إذا أنا ما يمكن إلا أنني تملكت أنا مخاطب كل مبادرة جادة ملتزمة هادفة تحقيق الثوابت تحقيق الحقوق ديال الأربعة. إحنا ما يمكن إلا أننا نخاطب منها. بالمناسبة كنأكد أنه إحنا كنجلس مقاطعة كذلك مجالس منسحبة مجلس العمالة الصغيرة المدينة والجهة هو توجه واحد وفقا كذلك الجهودات اللي كيبذلها السيد الوالي والي جهة صغيرة مولاي الدكتور السلام. هذه الجهودات واليوم انتم كتعايشوا كتبشروا انه الجهودات اللي كاينه في الرباط كبيرة جدا، وهذه الجهودات هذه راه هذا المحج يوميا فيه واحد العام وفيه واحد المجهود كيدار من اجل المواطن. اذا هذا الفضاء هو مشغول على طيله السنه وسيما الاشهر ديال فصل الرابع والصيف كيكون كله فضاء مشغول. نتمنى لكم التوفيق ونتمنى لكم ان شاء الله النجاح ناجحين السنه والفريق المتكامل. وحنا كذلك ممكن الخيرات ديالنا والدعم ديالنا المباشر وغير المباشر لكل ما مر من جزاء وشكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس مجلس عمالة الرباط، السيد رئيس مجلس مقاطعة الرباط، السيد المدير الجهوي للصناعة التقليدية، السادة الحضور الكريم، يسعدني أن أقف أمامكم اليوم في افتتاح هذا المعرض العقاري المميز الذي يعد منصة عامة
لتلقي رواد قطاع القرارات والمستثمرين الباحثين عن فرص جديدة في هذا المجال الحيوي. إن دور الغرفة التجارية لا يقتصر على تنسيق مصالح تجارية فحسب، بل يتعدى ذلك للمساهمة الفاعلة في تنمية الاقتصاد الوطني ودعم مختلف القطاعات بما في ذلك قطاع النقل. ولقد حرصت غرفتنا على لعب دور ريادي في دعم هذا القطاع من خلال تنظيم مؤتمرات والمعارض العقارية التي تكون في تبادل الخبرات والمعرفة واكتشاف آخر التطورات في السوق. العمل على تحسين نية الاستثمار العقاري من خلال التعاون مع الجهات الحكومية المعنية لوضع تشريعات وقوانين التي تشجع الاستثمار في هذا المجال. تقديم الدعم والتوجيه للمستثمرين من خلال تقديم الاستثمارات والدراسة والتأسيسات التي تساعدنا على اتخاذ قرارات استثمارية سليمة. العمل على رفع مستوى الوعي بأهمية الاستثمار في العقارات من خلال تنظيم حملات توعية حسن عفيفي ديريكتور دو سالون سكن اكسبو المعرض الوطني للعقار. هذا العام هذا سي ليديسيون سي لا 9e ايديسيون دو سالون. حنا اون اورغانيز دو سالون هنا في المغرب وفي فرنسا. هنا في المغرب بيان سور بور لو بور لي بور لي بور لي ماروكان ريزيدون ماروك اي بي فرنسا بور لي اميرو لي ماروكان ريزيدون فرنسا. الوغ هذا العام هذا ليديسيون هذه الشيء الجديد اللي جدنا فيها هو ان كاين ان فيلاج دارتيزانا كي كولي او سالون سي ان فيل تو سكي ارتيزانا كي ان رابور مع لي موبيلي اي هنا بيان سور في ليكسبوزيسيون برينسيبال سي دي بروموتور دي زاكير دي بروموتور دي لوتيسور او دي او دي سوسيتي دي فينانسمون اي ا كوتي بيان سور اون ا دي اون ا دي دي كونفرنس بلينير دي عندنا دي كونفرنس بلينير اي تيماتيك. نعم، إذا القرابة تعقد من الزمن وانتم تنظموا هذه المعارض. هذه فوالا هذه أكثر من 10 سنين وحنا تنديروا الصالون ديالنا سكن اكسبو. أشنو حققتوا المنعشين من هذا؟ الحمد لله سكو هذا العام هذا حققنا هاد من هذه 10 سنين عندنا واحد الحصيلة ديال عندنا أن تخي بو طو دو كونفيرسيون. أي عندنا كاع تقريبا أن طو دو كونفيرسيون تيوصل حتى ل 10% حتى ل 8% في لو صالون. عندنا تيتحققوا مبيعات في وسط لو صالون. ولكو ساسوا عاوتاني بالنسبه لي سوسيتي كريدي ولا بيان سور بالنسبه لي بروموتور. محور هذه الدوره هذه كاين الصناعه التقليديه. المحور ديال الدوره هذه اون كولي حنا ديما جبنا واحد ديما تنكوليو حنايا الصناعه التقليديه باش بروموفوار هذه الصناعه ديال بلادنا الصناعه التقليديه ديالنا. وجبنا الصناعه اللي عندها علاقه مع ليموبيلي صحاب الزليج صحاب الناس ديال الزليج الناس ديال الرخام الناس ديال الحديد لا فيغونغي الناس ديال الخشب. نعم، شنو الانتظارات ديالكم من هذا الدور؟ الانتظارات ديالنا بيان سور هو انه يكون لانفورماسيون الناس توصل لهم لانفورماسيون بارابور او برودوي ايموبيلي اللي كاينين بارابور كريدي بارابور او الوفر جلوبال اللي كاينه ويكون انعاش ديال بصح ديال هذا السيكتور هذا ان شاء الله ونحاولوا. شكرا. وتنتوجه بشكر خاص للسيد الوالي والسلطات المحليه اللي غراس او اون 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 ا بو ايتري. شكرا. شكرا ريم بولعمايل ممثل سكن اكسبو انترناسيونال في فرنسا. كنت نشارك في معرض محاج رياض في الرباط باش نقربوا الجاليه المغربيه المقيمه في الخارج بشركه العقار اللي خدامه هنا في المغرب من الجنوب للشمال، وان شاء الله باش ندير التبادل ديال الخبره لانه درنا واحد المعرض في موبيلي في 2024 في مارس وكان نجاح زعما كبير
وبغينا هذا المعرض الجاي ان شاء الله ديال 2025 يكون فيه زوار كبير باش نقدروا نتفوقوا 10000 15000 زوار ان شاء الله. ويمكن حتى شركة العقار و الأبناك اللي هي هنا في المغرب تشجع باش تعاود تشارك معنا في النسخة الثانية إن شاء الله من بعد النجاح الأول. شحال عدد العارضين اللي هنا في محل الرياض؟ عدد العارضين اللي معنا اللي في الرباط وحتى في موبلي كان ما بين 20 و 30 شركة، منهم الأبناك ومنهم شركة العقار. واش تقدموا شي عروض؟ هذا العام هذا الجديد هو انه الناس كيطلبونا طلب كبير، بغاو العقارات اللي هي واجده واللي هي ممكن يكون فيها الدعم، وبزاف ديال الزبناء طلبوا منا نشرحوا لهم الديتاي ديال هذا الدعم هذا كيفاش دار وكيفاش يمكن لهم زعما ياخذوه، وحنا كنحاولوا نكونوا بحال الوسطاء نشجعوهم باش يجيو يستثمروا في المغرب بعدد كبير ان شاء الله، وكل عام يكون عدد كبير. شكرا لكم. نتاق من فارس صانع الزليج التقليدي الاصيل. حنا جينا لهذا المعرض بدعوه من المندوبيه الجهويه ديال الصناعه التقليديه مشكورين باش نمثلوا هذا المعمار اللي كيعطي واحد الرونق وواحد الجماليه لهذا المعرض، معرض اكسبو، معرض باش كنطلبوا منهم حتى هما يدخلوا شويه ديال هذا الزليج التقليدي اللي كيعطيهم واحد الجماليه حتى هما، ويزيدوا بهذه الصناعه التقليديه يشجعونا حتى هما نزيدوا شويه القدام ان شاء الله. عليكم الياس بن فارس ممثل ديال شركه الزليج الاصيل. جينا لهذا المعرض هذا ديال السكن باش كنمثلوا هذه الصناعه التقليديه بواحد الطريقه اللي مغربيه اصيله ومتجدده شويه، وفي نفس الوقت باش نمكنوا هاد المنعشين العقاريين يدخلوا هاد الحرفه هذه في المباني الجديده بواحد الطريقه اللي عصريه كما قلت لك، وواحد النظره اللي كتزيد واحد الجماليه للمباني الجداد. بسم الله. الاسم حسن شوقي، صانع تقليدي في ميدان الرخام والحجر. تنمثلوا جينا نحضروا في المعرض اكسبو، وهذه فرصة باش نتلاقوا مع المنعشين العقاريين ونعرفهم على المنتوجات ديالنا وعلى الأعمال اللي تنقوموا بها. المنتوجات ديالنا كيف ما تتشوفوا في الصور، عندنا لابابوات، عندنا الانواع ديال النافورات، دي شوميني، دي كولون. رحيم، حنا اليعقوبي محمد عزيز من نجاده لمدينه سلا. حنا جينا هنا مدعوين من طرف غرفه الصناعه التقليديه والمندوبيه الجهويه ديال الصناعه التقليديه الرباط باش نحضروا لهذا المعرض هذا، نقدموا المنتوجات ديالنا. حنا واحد الوحده انتاجيه تكوينيه ادماجيه في على الصعيد مدينه سلا، كنشتغلوا في النجاده منذ تقريبا 35 سنه اللي حنا خدامين في النجاده، وكنحاولوا خلال هذا المعرض هذا باش نبينوا المنتوج ديالنا ونديروا واحد الشراكه مع بعض المنعشين العقاريين باش نطوروا في الانتاج ديالنا ونعطيهم ما يلزمهم في هذا الصالون هذا ديال ليموبيلي. رئيس جمعية التضامن لكهرباء تمارا.
كان لنا الشرف اننا كنا هنا ما بين في هذا المعرض ديال محجريات اسبو سكن في النسخه ديال تسعود. تنشكروا المديريه الجهويه للصناعه التقليديه اللي قدموا لنا الدعوه. جمعيه تضامن الكهرباء تمارا الهدف ديالها هو التكوين التاطير الحرفي. هذا هو المعرض الثاني ديال جمعيه تضامن الكهرباء تمارا. كانت عندنا واحد النسخه الاولى كانت في مدينه جديده في معرض سبت. تنتمنى ان تكون تجربه يعني نستافدوا منها. واحد صله التواصل مع مجموعه ديال الحرفيين ديال السكان ديال هنا ديال هذه المنطقه. الحمد لله كانت التجربه الاولى في جديده، هذه الاولى ديالنا في الجهه، وتنتمنى انها يعني الجميع انه مرحبا به هنايا في السطون ديال جمعيه تضامن الكهرباء تمارا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله، تحيه طيبه لكم جميعا، شكرا مساء الجهه على التواجد ديالكم والحضور ديالكم في المعرض التاسع بمدينه الرباط في محجر الرباط. اليوم حنا كنتواجدوا كعبد ربي نجيب الخياطي في رواق من احد الاروقه اللي تم الاستضافه ديالنا والدعوه ديالنا من طرف المديريه الجهويه في شخص المدير وفي شخص المسؤولين داخل الجهه، كذلك سكن اكسبو مشكورين على هذه البادره الطيبه. والتواجد ديالنا اليوم الا هو فخر للحرفيين في مجال صباغه المباني بعد ما كان الاقتصار على الفنيه الانتاجيه، اليوم الحرفي الخدماتي في مجال صباغه المباني راه ولا عنده واحد الحضور، وهذا الحضور ما جاش عن فراغ، هذا على واحد المجهودات اللي تيقوم بها الحرفي الصباغ. إضافة إلى هذا كامل، الحرفي الصباغ عنده التواجد ديالو يعني منذ الأزمنة، والحضور ديالو منذ الأزمنة للحفاظ على التراث اللامادي والمحافظة على البناء كذلك في البلد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. كنشكروا جميع الإخوة اللي حاضرين والعارضين بدون استثناء على المجهود ديالهم والتكبد العناء باش أنهم يكونوا حاضرين. كنشكر السي حسن أفقير على التواجد ديالو كذلك، وخويا حبيب رضوان حبيبي على التواجد ديالو، حتى هو فنان مبدع حرفي صباغ كذلك وفنان خطاب. وتحيه طيبه لكم، ونتمنى الجميع يكون على خير خويا، هذا هو اللي كنت.